صباح الخير يا صديقي، لقد أحضرت لك إفطارك، وأثناء الطعام سأكمل لك ما حدث لجدك هدهد سليمان عليه السلام. سافر إلى مملكة سبأ ووجد الناس يعبدون الشمس، وفي نفس الوقت كان الملك سليمان الحكيم يتفقد جيشه، ولاحظ غياب الهدهد فغضب وقرر أن يذبحه. لا تتعب نفسك يا عزيزي مراهالة، سأهتم أنا بإعداد الطعام. ليتك تبقى هنا دائما وتنسى فكرة السفر. السفر؟ يجب أن أسافر الآن؟ نعم. وتتركني وحدي؟ سأعود في أقرب وقت إن شاء الله. سيدي، أنت سليم، أنت لم تذبح. ما هذه الأسئلة السخيفة؟ هل شعر أحد بغيابي؟ الكل شعر بغيابك يا سيدي، والنبي الملك سليمان توعد بتعذيبك أو ذبحك. وصل الهدهد إلى قصر الملك سليمان عليه السلام. كان خائفاً وصاح في الحارس: تنحى عن طريقي، أريد أن أقابل سيدي سليمان، عندي أخبار لا تحتمل الانتظار. سيدي سليمان الحكيم سمعك وأمر بدخولك. أحط بما لم تحط به، وقد جئت الآن من سبأ ومعي خبر خطير. رأيتهم هناك يعبدون الشمس، إنها جريمة لا يمكن السكوت عليها يا سيدي. فوجئ النبي سليمان بما يسمع وتساءل: هل يخترع الهدهد هذه القصة ليحمي نفسه من الذبح؟ قال للهدهد: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. إنني صادق يا سيدي، أقسم لك. نظر النبي في عيني الهدهد ثم كتب رسالة وطواها وقال له: اذهب بهذه الرسالة وألقها إليهم ثم ابتعد عنهم. سيدي القائد، الرحلة طويلة، أقترح أن نضع الرسالة في غلاف ذهبي يقيها الهواء. أشار سيدنا سليمان برأسه موافقا وأمر الجن بصنع الغلاف. من هنا؟ ماذا؟ الهدهد لازال حيا؟ ماذا تقول أيها الأسد؟ أقول إنني سعيد لنجاتك من الذبح يا صديقي. أين كنت يا مرهالة؟ أين كنت؟ كيف تجرؤ على توجيه هذا السؤال؟ أريد أن أطمئن عليك يا عزيزي. منذ متى كان قادة المخابرات يحدثون الجند أيا كانوا؟ لا أقصد أن أسأل عن الأسرار العسكرية، فقط أردت أن... إلزم حدودك أيها الجندي، عندما تصدر لك الأوامر بالتحرك ستعرف أين كان مرهالة. Thank you.
هذا حلم. نعم نعم، استمري في النوم. كنت واثقة بأنك ستعود إلى هنا. أتوسل إليك، اخفضي صوتك. يا أيها الملأ، إني ألقي إلي خطاب كريم. من أرسل الخطاب يا مولاتي؟ وماذا فيه؟ إنه من سليمان، وإنه بسم الله الرحمن الرحيم: ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ألا يقول شيئا آخر؟ لا شيء غير ما قرأته لكم. إنه يأمرنا بالاستسلام، إنها الحرب إذن. يا أيها الملأ، أفتوني في أمري، لقد اعتدت أن آخذ مشورتكم. ما رأيك يا قائد الجيش؟ أطمئنك يا سيدتي، نحن أصحاب قوة وبأس شديد، فإذا قررت الحرب نحن على استعداد. من يوافق على اقتراح الحرب؟ أريد أن أسمع كبير الحكماء. مولاتي بلقيس، أين الرسول الذي أحضر لك الخطاب؟ لنفهم منه شيئا عن نوايا سليمان. لا أعرف من الذي أحضر الخطاب. كيف وصل إليك الخطاب إذن؟ رأيته في فراشي حين قمت من النوم. إذا كان سليمان قادرا على دخول غرفة الملكة دون حرب، فكيف تكون قوته إذا حاربنا؟ أرى أن ننتظر. أتفق مع هذا الرأي. إن عادة الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة. وما العمل إذن يا مولاتي؟ سأرسل هدية لسليمان وأنتظر رده. لقد أنفقت الملكة ثروة كبيرة في هذه الهدية. يا قائد الجيش، يجب أن تكون الهدية ثمينة لتبهر الملك سليمان. شيء واحد يحيرني. ما هو؟ دخول رسول الملك سليمان إلى مخدع الملكة. الذي يحيرني أكثر أن الملك سليمان لم يطلب أرضا ولا مالا، طلب فقط أن نأتيه مسلمين. ترى ما هو الإسلام؟ ابحث أنت في هذا الأمر ودع لي المهمة الرئيسية، دراسة جيش سليمان وتقدير قوته. سوف نرى. ما هذا الثراء الفاحش؟ كل هذا ذهب وفضة. إنني خجل من الهدية التي أحضرناها معنا. معك حق. متى نقابل الملك سليمان؟ انظر يا كبير الحكماء، الطعام يطير وحده. ما هذه الأصناف العجيبة؟ دعك من الأصناف، من الذي يقدم الطعام لنا؟ خادمك من الجن يا سيدي، أتمنى لكما وجبة شهية. انهض انهض، وصل الملك. قابل سليمان عليه السلام رسل بلقيس بعد أن أحسن استقبالهم. تفضل يا سيدي، هذه هدية من الملكة بلقيس. غضب سليمان غيرة على دين الله وقال: ما هذا؟ تقدمون لي مالا؟ انظروا حولكم، لقد أعطاني الله أكثر مما أعطاكم. افرحوا أنتم بهديتكم. اجتمع نبي الله سليمان عليه السلام بقادة جنوده. كان يعرف أن دخول سبأ بالقوة لن يكلفه إلا إشارة صغيرة، لكنه أراد أن يصل بدين الله إلى أعماق القلوب والعقول. إن قوتهم يا سيدي في ارتقاء فنون العمارة والبناء، ولديهم تحفة رائعة هي عرش بلقيس. هذا العرش هو رمز تقدمهم وحضارتهم. قال سليمان: من هنا نبدأ. من يستطيع أن يأتيني بعرشها؟ أنا يا سيدي سأتيك به
قبل أن تقوم من مكانك. وقال الذي عنده علم من الكتاب: أنا أحضره لك قبل أن تغمض عينيك وتفتحهما. شكر سليمان الحكيم ربه، ثم طلب من الجن أن يغيروا بعض ملامح العرش وأن يبنوا قصرا فوق الماء، أرضه من البلور الشفاف. ثم أمر الهدهد أن يرسل لبلقيس دعوة لزيارة مملكته. أمر مولاي سليمان. أخيرا يا عصفور، تم كل شيء على أحسن ما يكون. الحمد لله. متى سنحارب يا سيدي؟ لن نحارب. كيف لن نحارب؟ هل يترك النبي الملك سليمان الحكيم كفار سبأ يعبدون الشمس؟ لقد آمنوا يا عصفور، آمنوا جميعا دون أن نخوض الحرب. كيف هذا؟ حكمة سليمان الحكيم دعا الملكة بلقيس إلى زيارته. أعرف بأمر الزيارة. ما لا تعرفه أن الملكة رأت عرشها وقد انتقل إلى هنا، وزادت دهشتها عندما دخلت الصرحة المصنوعة من الزجاج الشفاف. وماذا حدث؟ تصورت أن أرضية القصر بحر، وكشفت عن ساقيها حتى لا تبتل ملابسها، ثم أدركت أنها أمام نبي الله، وأدركت أنها أخطأت في حق نفسها بعدم اتباعه. يا الله، آمنت بلقيس. سيدي سليمان الحكيم، ربحت لك القضية، أنقذت نفسا إنسانية، وأنقذت معها شعبها من عبادة غير الله. قال سليمان: ماذا تريد يا مرهالة؟ أنا راض عن عملك. أين مكافأتي؟ قال سليمان: سأعطيك اسمي، سنسميك هدهد سليمان. وما الجديد؟ ألست هدهد سليمان؟ قال سليمان: نعم، ولكني سأعلن في أرجاء الأرض نسبتك إلي. لا تسعوني الدنيا كلها، ولكنني أطمع فيما هو أكثر. قال سليمان مندهشا: ماذا تريد إذن؟ أريد أن يمتد ذكري في التاريخ، أريد أن يعرفني الناس بعد موتي وإلى يوم القيامة. قال سليمان بوداعة: ليس هذا بيدي يا مرهالة، هذا أمر يملكه الله وحده. أعرف ذلك أيها النبي الكريم، أعرف، ولكن بيدك أن تدعو الله أن يخلد اسمي على مر الزمن. رفع سليمان رأسه وسأل الهدهد: أيكون الغرور قد أصابك؟ أتكون قد ظننت نفسك شيئا؟ ليس غرورا أيها النبي، أريد أن يعرف الناس أن هدهدا متواضعا بسيطا كان سببا سخره الله تعالى لإسلام أمة كاملة، هذا حقي يا سيدي. تبسم سليمان ودعا الله أن يمتد الذكر الهدهد إلى يوم القيامة. أعرف أن الله يستجيب دعاء أيها النبي الكريم، لكني أفكر مندهشا: كيف يمتد ذكري في التاريخ حتى يوم القيامة؟ أي أثر هذا الذي يعيش إلى يوم القيامة؟ قال سليمان: مثلك أنا يا مرهالة لا أعرف الغيب، سألتني أن أدعو الله لك فدعوت. صدقني، لست أعرف كيف يحقق الله دعوتي. مثلك تماما تنتابني الدهشة من هذا الكتاب الذي يعيش إلى يوم القيامة، أي نبي يكون صاحبه؟ لست أعرف يا مرهالة، هذا كله غيب لا تدريه ولا أدريه مثلك. فمكث غير بعيد فقال: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله،
وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. صدق الله العظيم. وهكذا تحولت كلمات جدك الهدهد الطيب إلى قرآن، قرآن يعيش بين الناس حتى تقوم الساعة ويتلوه المؤمنون في صلاتهم.